السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني، معكم أستاذ صفاء من قناة يوتيوب مس أو مس صفاء من قناة يوتيوب. كل بيسمعنا لو مرة راجع الفيديو منسى اشترك فعلنا الجرس. باراجراف أباوت هنا شارتي وورك، عن العمل الخيري الذي أحبه وأفضله. العمل الخيري اللي أنا بحبه وبعمله دائما في حياتي. الفيديو موجه لسنة تانية إعدادي وتالتة إعدادي، المرحلة الإعدادية. شاريتي وورك اي لايك موست، شاريتي وورك العمل الخيري، شاريتي وورك، شاريتي وورك اي لايك موست، انا احبه او افضله. اكتب العنوان في نصف الصفحه، ده العنوان شاريتي وورك اي لايك موست. في البدايه هنا اترك مسافه كلمه، اول حرف في اول الباراجراف بيكون كابيتال، اكتب حرف السي اكبر من ذلك، خليه كبير كده. شاريتي وورك is important for the advancement، يعني مهم للنهوض of society، بالمجتمع، النهوض بالمجتمع. It is provides يوفر أو يزود. A decent life، decent life يعني حياة كريمة. decent لوحديها، a decent يعني كريمة أو محترمة، حياة كريمة أو حياة محترمة. For the poor للفقير، for the poor. And spreads يعني ينشر. Love and cooperation يعني التعاون. I like charity work، انا احب charity work. يبقى كده احنا لسه ما دخلناش في الموضوع بتاعنا، احنا بنبدأ في الاول تمهيد لموضوعنا، تمهيد او تأهية للموضوع بتاعنا. اتكلمنا عن اهمية charity work، اهمية العمل الخيري في البداية. من اول هنا انا ببدأ في الموضوع بتاعي. I help زبور، انا اساعد الفقراء، زبور الفقير. And the needy المحتاج او المحتاجين. I give them انا اعطيهم زماني، انا اعطيهم الاموال النقود. النقود. They need to يعني اللي يحتاجونه، النقود اللي عايزينها او اللي يحتاجوها. buy to buy ليشتروا food الطعام. and clothes الملابس، ليشتروا الطعام والملابس. I like to do انا افعل او انا احب. to do ان اقوم او افعل. volunteer work الاعمال، volunteer work يعني الاعمال التطوعية، الاعمال التطوعية. volunteer work الاعمال التطوعية. whether in the school، سواء whether in the school سواء في المنزل، سواء في سوري في المدرسة، school مدرسة، or in the village او في القرية. انا بقوم بالاعمال التطوعية سواء في المدرسة او في القرية. or in the village in which I live، في القرية التي انا بعيش فيها. in which I live القرية التي بعيش فيها. my friend صديقي and I انا صديقي وانا. also دايما participated اشارك او انضم. in the explaining school lessons أشارك في شرح الدروس بتاعت المدرسة، دروس المدرسة. لمين؟ to poor students للطلاب الفقراء. to poor students للطلاب الفقراء، بساعدهم يعني في المذاكرة. I and my friends أنا وأصدقائي. clean منظف the streets الشوارع. clean the streets الشوارع. طبعا هنا حرف الدي مش بننطقه، لا نقول فريندس، نقول فرنس. دي سايلنت مش بننطقها. تمام. كلين ذا ستريتس اون ذا اون تايم، اون تايم اويك يعني بننظف الشوارع مره واحده في الاسبوع. ان اديشن تو بالاضافه الى اداه من ادوات الربط. ان اديشن تو وي هيلب اولد اند سيك انيمالز، نحن بالاضافه الى ان احنا بنساعد اولد كبار السن اند سيك انيمالز. old and sick animals يعني الحيوانات الكبيرة، الحيوانات الكبيرة أو الضعيفة والمريضة. sick يعني المريضة. that need help التي تحتاج للمساعدة. I feel happy أنا أشعر بالسعادة. when I help a needy أنا أشعر بالسعادة عندما أساعد، أنا أساعد المحتاج. person الشخص المحتاج. a needy person الشخص المحتاج. and see وارى his smile وارى ابتسامته، يعني انا بشعر بالسعادة لما بساعد الشخص المحتاج وبشوف وبارى ابتسامته. you should
بنصح you should، انت يجب، انت يجب help all، ان تساعد all، الكل، الكل مين who need، الذي يحتاج help، المساعدة to live، لتعيش happy life، لتعيش حياة سعيدة، يجب ان تساعد الكل عشان تعيش حياة سعيدة. موضوع عن العمل الخيري الذي أحبه، يا رب يكون استفدتم من الموضوع. يمكنكم إضافة جمل لو إذا أردتم إضافة جمل من عندكم. نقرأه كده باللغة العربية الأول عشان نعرف نكتبه بالإنجليزي. charity work، العمل الخيري، مهم للنهوض بالمجتمع، مهم بالنهوض بالمجتمع، يوفر حياة كريمة للفقير، وينشر المحبة والتعاون. أنا أحب العمل الخيري، أنا أساعد الفقراء والمحتاجين، أي كيف أنا أعطيهم النقود الذي النقود التي النقود التي يحتاجونها، لشراء تو لشراء الطعام والملابس. I like، أنا أحب، أنا أحب أنا أقوم بأعمال تطوعية، أعمال تطوعية، volunteer work، أعمال تطوعية، سواء في المدرسة أو في القرية التي أعيش فيها. صديقي and صديقي وأنا، أنا وصديقي نشارك في شرح دروس المدرسة للفقراء، طلاب الفقراء. أنا وأصدقائي ننظف الشوارع في مرة كل أسبوع، بالإضافة إلى نحن نساعد الحيوانات الحيوانات الكبيرة والمريضة التي تحتاج المساعدة. أنا أشعر بالسعادة عندما أساعد الأشخاص المحتاجين وأرى ابتسامته، الشخص المحتاج وأرى ابتسامته. يجب أن نساعد كل المحتاجين أو كل الأشخاص التي تحتاج للمساعدة لنعيش حياة سعيدة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.